السلام عليكم ورحمة الله. أشكر الأساتذة على هذا المحاضرة بالضيوف الكرام خلال ملتقى يتعلق بدور إشكالية البحث في المجال الرياضي بين الجانب النظري والجانب التطبيقي. ارتدينا أن نأخذ بحوث التدريب الرياضي فيما يخص أننا نعطي قراءة نظرية في الدراسات الاستطلاعية وأدوات البحث. بالنسبة لبحوث التدريب الرياضي فيما يخص الجانب الميداني في منهجية البحث العلمي، البحث الميداني دائما لم يخرج عن إطار فهو نوع من أنواع البحوث العلمية، حيث يتميز ما يخرج عن الإطار الميداني فقط بالنسبة للجانب تاع العلوم الاجتماعية. في الجانب الميداني هو نوع من البحوث العلمية خصوصا أنها ميدانية، حيث يتميز بكونه بحثا مسائيا يعتمد على جميع البيانات من مصادرها ومجالاتها الميدانية لتحليلها واستثمارها للتواصل إلى نتائج وحقائق تفسر الظواهر المدروسة تفسيرا علميا. وتعتبر بحوث التدريب الرياضي بشكل عام هي بحوث ميدانية، حيث أن من خلال تقييم كثير من البحوث وكثير من الإشكاليات في ميدان التدريب الرياضي، ما يجب أن يتوفر فيه المشكلة البحثية يجب أن تكون مشكلة من النوع التي لا يجاب عليه إلا عن طريق البحث. معناتها الدراسات البحثية هي من تجيب على هذه المشكلة التي تم تحديدها. كذلك أيضا يجب أن يتأكد الباحث من أن دراسة المشكلة يؤدي إلى عمل إضافي للمعرفة البحثية وللمكتبة. كذلك أيضا يجب أن تتضمن المشكلة مبدأ هام يترتب على دراسة نتائج مهمة للبحوث العلمية التطبيقية، خصوصا أن التدريب الرياضي يختص بجانب الممارسة. كذلك أن تكون المشكلة جديدة، ولذلك يجب أن يبنى الباحث مشكلته على البحوث السابقة أو المترابطة أو المشابهة. كذلك يجب على الباحث أيضا أن يبين أن المشكلة سوف يدرسها يترتب عليها اقتراح مشكلة جديدة تساعد على استمرار البحث في مجال المشكلة في المستقبل. لابد أن يتحقق أيضا من جدوى يتحقق الباحث من جدوى دراسة المشكلة التي اختارها، حيث أن الباحث يطرح إشكالية بحثه ويحدد المشكلة ويختتمها أو يعبر عنها بتساؤلات وفرضيات إلى غير ذلك. كذلك بالنسبة للدراسة الاستطلاعية، الدراسة الاستطلاعية هي من تقوم بتحديد الفرضيات، هي من تثبت الصدق والثبات الخاص بالفرضية، حيث أنه قبل الاستقرار نهائيا على خطة الدراسة يفضل القيام خصوصا بالبحوث التطبيقية بالدراسة الاستطلاعية تقوم على عدد محدود من الأفراد، وهذه الدراسة الاستطلاعية تحقق على عدة أهداف. الباحث أهمها التأكد من جدوى الدراسة وقابلية الدراسة التي يرغب القيام بها، توفر الدراسة الاستطلاعية للباحث فرصة لتقويم مدى مناسبة البيانات التي يحصل عليها الدراسة. كذلك أيضا تساعد الدراسة الاستطلاعية على اختبار أولي للفرضيات العلمية، خصوصا من التأكد من ناحية الصدق والثبات. كذلك تمكن الدراسة الاستطلاعية الباحث من إظهار مدى كفاية إجراءات البحث والمقاييس التي تم اختيارها من طرف الباحث. وتعرف الدراسة الاستطلاعية بأنها عملية استطلاع قبلي لضبط التساؤلات والفروض. تعرف الدراسة الاستطلاعية أنها تلك الدراسات الأولية التي تجرى قبل الدراسة الأساسية لبحث علمي، حيث هي دراسة مبدئية أو مدخل للبحث النهائي.
التي تهدف إلى تهيئة الظروف والوسائل والإمكانيات الضرورية للدراسة، أو هي التمهيدية التي تتعرف على ظروف وملابسات التي سيجرى عليها البحث في صيغته النهائية، وتسمى أيضا بالدراسات الكشفية. تهدف أيضا الدراسات الاستطلاعية. لماذا نركز على الجانب الاستطلاعي؟ لأن أغلب الاختبارات البدنية التست فيزيك مثلا لو أو القياسات الجسمية لا كومبوزيسيون كوربورال لميزيراتروفوميتري اون جينيرال مثلا لو كان نجيو نديروه من العام هذا والعام القادم رايحة تكون كاينة متغيرات تأثر على هاد النتائج أو رايحة تأثر على البيانات وتختلف من سنة إلى أخرى، خصوصا في البحوث المطولة كالبيانال مثلا ولا البيرف ولا أو رسالة الدكتوراه. معناتها أغلب العدائين أو الرياضيين يرتبطون بمنافسات. قادر مثلا العام هذا يرتبطون بعدة منافسات، ثلاث أو أربع منافسات، العام القادم تكون منافسة واحدة. ولهذا الاهتمام بالدراسات الاستطلاعية في التعرف على قلنا التعرف على الملابسات والظروف التي تحيط بالمشكلة. كذلك للدراسة الاستطلاعية أهمية في توفير قدرة كبيرة على المعلومات حول الظاهرة المراد دراستها. كذلك تقديم مجموعة من الفروض حول الدراسة لتحديد مدى مصداقية دراسة المتغيرات والتعامل معها إحصائيا. كذلك تدريب الباحث على الجانب الميداني. بالنسبة لمصادر بيانات الدراسة الاستطلاعية، أغلب الباحثين خصوصا أنهم يستندون على الدراسات السابقة ذات العلاقة بمتغيرات الدراسة. كذلك استشارة أهل الخبرة والتجربة في الموضوع، مجتمع الدراسة، كذلك المشرف، قواعد البيانات، شبكة التواصل الاجتماعي وغيرها، كلها مصادر للدراسة الاستطلاعية. كذلك بالنسبة لخطوات إجراء الدراسة الاستطلاعية، وضع مخطط للدراسة والذي يتضمن تحديد الأهداف الإجرائية، تحديد مجتمع الدراسة، ضبط عينة الدراسة الاستطلاعية من حيث الخصائص والمواصفات التي يجب أن تتوفر في نفس خصائص عينة الدراسة الأساسية، تحديد أدوات جمع البيانات، تطبيق إجراءات الدراسة الاستطلاعية، بناء تصاميم أدوات دراسة، كتحديد الأدوات ووسائل جمع البيانات، كذلك اختبار الأدوات ووسائل جمع البيانات، اختبار أدوات جمع البيانات لمعرفة مدى صلاحيتها، حساب الخصائص السيكومترية للأدوات وعرض نتائج الدراسة. للعلم أن ضبط المتغيرات في الدراسات أو بحوث التدريب الرياضي يستعين الباحث في أدوات البحث العلمي كالاستبيان المقابلة الاختبارات البدنية. كذلك قلنا المقابلة والاستبيان والاختبارات البيانية إلى غيرها من البحوث التي قد تستخدم أيضا لضبط المتغيرات كاستخدام المناهج التجريبية والوصفي وتحليل المحتوى وغيره. بالنسبة لتوصيات الدراسة، نحن قدمنا قراءة نظرية. كذلك بالنسبة يجب على الباحث أن يتحكم بطريقة سليمة وصحيحة من التمكن من المهارات البحثية كمهارة تصميم الاستبيان ومهارة اختيار الدراسة وعينات البحث وعينات الدراسة ومهارة مراجعة الدراسات السابقة ونقدها والاستفادة منها والمعرفة الواسعة في موضوع البحث. كذلك بالنسبة للخلفية النظرية، الخلفية النظرية مهمة جدا لدى الباحث، والخلفية النظرية لدى الباحث حول موضوع البحث أو مشكلة تكون أو تعطي مصداقية للنتائج وتعطي مصداقية للجانب التطبيقي في الدفاع عن مدى صحة هذه النتائج. كذلك يجب أن تتوفر لدى الباحث المعرفة
المعرفة بالأساليب الإحصائية. فقد أصبح استخدام الأساليب الإحصائية في مجال البحث أمر أساسية للعديد من الأبحاث وخاصة البحوث التطبيقية، خصوصا بحوث التدريب الرياضي. كذلك الموضوعية والحياد في تصميم البحث وعرض النتائج ومناقشتها، والصبر والقدرة على التحمل. هناك من العديد من الأبحاث التي تتطلب من الباحث عزل الكثير من المتغيرات الداخلة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على نتائج الدراسة، أو قد تقول عما توقعه. والبحث بداية نظر لتدخل بعض المتغيرات الداخلة، وبالتالي يعني الباحث أن يكون لديه صبر وتحمل على مشقة هذه الشروط بالبحث في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية، وتمكن من الوصول إلى نتائج دقيقة تستطيع بها أي مؤسسة تجاوز مشاكلها، سواء الجانب التقني أو الجانب الإداري أو الجانب التنظيمي. كذلك الاهتمام بهذا النوع من البحوث تجعله مجرد دراسة نظرية بالرغم من طابع التطبيق الذي تعتمد عليه هذه الدراسات الاجتماعية، لأن لها دور في حل المشاكل من خلال النتائج التي يمكن التوصل إليها. وشكراً.